استقر عبد الفضيل العمري في هولندا في العام 69 900 و1000. قبل ذلك كان قد أمضى بضع سنين، ربما 5 سنين، في بلجيكا. ينحدر عبد الفضيل من العرائش، كان والده تاجرا، وكان في مطلع ستينيات القرن الماضي يعد من أعيان العرائش، ولذلك كان عبد الفضيل من المحظوظين الذين حصلوا زمنها على جواز السفر وتمكنوا من الهجرة إلى بلجيكا. يستحضر تلك الرحلة من حين إلى آخر، كانت الرحلة التي قلبت حياته رأسا على عقب. الفتى المدلل الذي كان اضطر إلى العمل في البناء. وقتها كانت أوروبا تكمل إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، ولكنه سرعان ما تقبل واقعه الجديد، إذ كان العمل يوفر له دخلا محترما حينما يقوم بمقارنة وضعه مع عمال البناء في المغرب. وكما مهاجرين كثيرين في تلك الحقبة، ظلت لديه نية العودة إلى العرائش وتوسيع تجارة والده وبناء منزل فسيح في أجمل مكان في العرائش. ظل يحلم أيضا بأجمل بنت بين فتيات العرائش، وأن يأتي في الصيف بسيارة تستميل الأعناق. كان يحلم، ومن حقه أن يحلم. في العام 64 يوم جاء إلى طنجة ليعبر إلى الجزيرة الخضراء ويواصل الرحلة برا إلى بروكسل، كان في 17. يذكر أن والده تدبر الأمر وجعله يكمل 18 عاما في الوثائق الإدارية. وقد كان من حسن حظه أن التقى في أوراش البناء في بروكسل مع مهاجرين من إسبانيا، وسرعان ما اندمج في وسطه الجديد، إذ كان يتقن الإسبانية التي كانت قناته إلى اللغة الفرنسية التي جعلته ينفتح على المجتمع الفرنكوفوني في بلجيكا. المهاجرون المغاربة كانوا قلة وقت ذاك في بلجيكا. لم يكن بمقدور عبد الفضيل أن يتجاهل مغريات المجتمع الأوروبي، وقد وجده أكثر إغراء مما علمه عن المجتمع الإسباني من خلال جيرانه القدامى من الإسبان في العرائش. في جوار سكنه في سان جوز كانت توجد مخبزة تديرها شابة اسمها ماغي. من هناك كان يشتري خبزه، ثم مع مرور الوقت بدأ يحس ميلا إلى تلك الشابة التي بهرته بابتسامتها وتأدبها، ولكن حاجز اللغة كان يحول بينهما. كانت لا تتكلم سوى الفرنسية والفلامانية، وكانت الكلمات الفرنسية التي كان قد اكتسبها لا تتيح له سوى الوصول إلى ضروريات العيش اليومي، كأن يشتري خبزا ويسأل عن الثمن. لم يكن ليستطيع الخوض في حديث طويل، فما بالك بالتعبير عن العواطف والأحاسيس. ما كان يحسه تجاه ماري كان أقوى منها، كان جارفا. يذكر حبه الأول في العرائش يوم تعلق بابنة الجيران ليلى، كان وقتها في 10 أو 12. كان حبا عن بعد ما لبث أن تلاشى وراء سطر الذكريات المبتعدة. من حين لآخر بفارق زمني يصل الشهر أحيانا، كانت تصله من العرائش رسائل والده تبلغه سلام أفراد العائلة الذين يرد ذكرهم في كل رسالة بأسمائهم فردا فردا. كثيرا ما كانت القائمة توسع إلى الجيران وممن تتم مصادفتهم في السوق من المعارف. لم تكن رسائل والد عبد الفضيل تخلو من وعظ ونصح وحث على الاجتهاد والعمل من أجل المستقبل. بعد مرور السنوات الأولى لم يعد لتلك الرسائل مفعولا يذكر، وقليلا ما كان المهاجر الشاب يأخذ عناء الرد. صار يرى الجلوس إلى الطاولة وكتابة رسالة إلى والديه وإخوته من الأمور المرهقة. وهكذا انقطعت أخبار عبد الفضيل، غير عنوان سكنه، وصارت الرسائل التي يبعث بها والده تعاد إليه. عم منزل العمري في العرائش حزن استرسل على مدى السنوات التي تلت. كان عبد الفضيل قد ارتبط منذ فترة بالجميلة ماغي. جاءها ذات مساء بباقة ورد اشتراها من محل كان معروفا قرب لاغار دو نور. بدت يومها وكأنها كانت تنتظر منه خطوة أولى قبل أن ترتمي في أحضانه، وكذلك صار. لم يعد الشاب عامل البناء الذي كان،
أحدث مقاولة للصباغة، وقد ساعدته علاقاته مع عدد من المقاولين في ميدان البناء في الحصول على صفقات مكنته من توفير دخل هام. كان يحرص على تشغيل المهاجرين حديثي الوصول إلى بلجيكا من المغاربة والتونسيين خاصة. ومع اتساع مجال نشاطه توسعت شبكة علاقاته وانغمس في القمار. ما كان قد راكمه من مال تبدد بسرعة، صار عالة على ماغي، كان يشعر بأنه صار عالة عليها، وكان يؤلمه أن يطلب منها ما يشتري به علبة سجائر أو ما يدفع به ثمن فنجان قهوة كان يحرص على تناوله في مقهاه المعتاد. كان يقول إن الظروف لن تلبث أن تتحسن، وإن الحضور إلى المقهى وبمظهر أنيق سيجنبه شماتة الشامتين. لساعات طوال كان يغرق في التفكير، التفكير في وسيلة تمكنه من الحصول على قدر من المال يخرجه مما هو فيه. ذات مرة كان في الطريق إلى لا غروند بلاس الشهيرة، أحس بحاجة إلى جولة يروح بها عن النفس. التقى سيدة أنيقة تبدو في منتصف العمر وعلى قدر من الجمال، ظن أنه سبق له أن رآها من قبل. كان اليوم ربيعيا، وكانت قبعتها البيضاء تزيدها جمالا. لما اقتربت منه تبسمت له، رد بابتسامة وأبطأ الخطى، توقفت. أهلا فاضل، كذلك كان يناديه أصدقاؤه من البلجيكيين. أهلا سيدتي، لم يكن قد تذكر من تكون. يبدو أنك لا تذكرني، أنا فرانسواز، فرانسواز دي ميشيلو. الآن فقط تذكرها. آه يا إلهي، كم أنا أبلة، كيف لي أن أنساك فرانسواز؟ أين كنت؟ مضت سنواتنا الآن. نعم، كنت في كاراكاس في فنزويلا. كانت فرانسواز من النساء البلجيكيات اللواتي تعرف إليهن عبد الفضيل خلال تلك الفترة التي كانت فيها أعماله مزدهرة، وكانت من بين القليلات اللواتي كن تتحدثن الإسبانية. كانت لديها مقاولة تخصصت في ترميم المباني القديمة. ارتبط بها أولا بعلاقة عمل، ما لبثت أن تطورت إلى صداقة. كانت ماغي تغار منها. دعته إلى كأس في حانة قريبة. علم من فرانسواز أنها كانت في كاراكاس لتصفية تركة ورثتها عن جدتها لأمها. قالت له إن الجدة التي توفيت قبل 8 أشهر أوصت لها بكل ثروتها، وفيها عمارة سكنية وضيعة شاسعة. فهم منها أنها باعتهما وأودعت ما حصلت عليه حسابا بنكيا. كان يعلم أنها كانت على علاقة غرامية بميشيل لوبيتي صاحب مصنع الزجاج، ولما سألها عنه سكتت، ثم قالت إن ميشيل انتحر منذ فترة. حدث ذلك 4 أشهر بعد أن افترقا. لم يرغب عبد الفضيل في المضي أبعد في التفاصيل، غير أن فرانسواز بدت مندفعة لتفضي إليه بالمزيد. طلبت كأسا أخرى. قالت له إن ميشيل كان يعاني من بوادر فقدان الذاكرة، ثم صارت كثيرة نوباته العصابية، صار عنيفا ولذلك فارقته. قالتها وهي تحمل كأسها إلى فمها. كان عبد الفضيل ينظر إليها بتأمل، صوتها الهادئ يتماهى مع ملامحها. هي تبدو له الآن أجمل من ذي قبل. فاجأته بتوقفها عن الكلام، نظرت في عينيه وابتسمت. لما انسجمت الأجواء بينهما حكى لها عن متاعبه، عن مقاولته التي انهارت، وماله الذي ضاع على موائد القمار. في العام 1969 كان عبد الفضيل العمري في 24 من العمر، ورغم محنته فإنه لم يفقد شيئا من وسامته. قالت له إنها لم تعد مقيمة في بروكسل، ولكنها تأتيها من حين إلى آخر بعد أن نقلت مقاولتها إلى هولندا. عرضت عليه أن يعمل معها في مدينة بريدا. منذ أن وصل إلى بروكسل في العام 1964 لم يبرح بلجيكا. يغريه ما تعرضه فرانسواز، يغريه جمالها،
ويغريه ما لديها من مال. الرحيل عن بلجيكا، وماذا عن ماغي، عن تلك التي منحته الحب يوم كان محتاجا؟ أزمة التي وقع فيها عبد الفضيل العامري المهاجر الشاب القادم من العرائش كانت تملي عليه الرحيل عن بلجيكا. ضاع ما كان لديه من مال على موائد القبار، وصالت مقاولة الصباغة التي كانت لديه مجرد ذكرى. وبالرغم من أن رفيقته ماغي كانت تتحمله وتصبر على تقلب مزاجه، فإنه كان يحس بأنه صار عالة عليها، تلك البلجيكية الشابة التي منحته الحب يوم كان محتاجا. استيقظت فيه أنفة الرجل الشرقي كما يسمون العرب في الغرب. ولذلك لما التقى فرانسواز ذاك اليوم الربيعي من العام 69 900 وألف، لم يغلق الباب بالكامل حين دعته إلى العمل معها في بريدا، المدينة الهولندية التي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع بلجيكا. في الآن نفسه لم يعلن موافقته، لعله كان محرجا. فرانسواز دي ميشلو، وقد صارت لديها ثروة بعد أن صفت في فنزويلا ما ورثته عن جدتها لأمها، ربما ساعدته على النهوض من جديد. صحيح أن عمرها ضعف عمره، ولكنها استطاعت أن تحافظ على أناقة وجمال. قبل أن تودعه ناولته بطاقة كتبت عليها رقم هاتفها في بريدا، قالت له إنها ستنتظر رده قبل نهاية الأسبوع. عاد إلى البيت كان مشغول البال، أخذ أسطوانة لجاك بريل ووضعها على الفونوغراف، وضع الإبرة على البداية ثم استلقى على الكنبة، حشرج الفونوغراف قليلا ثم بدأت الموسيقى، ثم جاء صوت جاك بريل بكل قوته التعبيرية المعروفة. كانت ماغي تعشق أغاني جاك بريل، ولأنها تعشقه فقد ولع بها هو الآخر، في البدء إرضاء لها، ثم لما صارت له قدرة أكبر على فهم الكلمات صار عاشقا حقيقيا لها. لم تتأخر ماغي في الوصول، فكر في أن يفاتحها في شأن رحيله إلى بريدا. كان يعلم أنه إذا أتى على ذكر فرانسواز فإن الأجواء ستلتهب. عدل عن الأمر، في النهاية ما زال أمامه متسع من الوقت، فليغني جاك بريل وليتركها تنشرح لسماعه. بعد قليل جاءته بشرائح خبز وجبن وقهوة، ابتلع ما كان يهم بقوله. بالرغم من أنه حاول إلا أنه لم يفلح في إخفاء انشغاله. اقتربت منه ماغي، عانقته، عطرها لم يتغير منذ أن عرفها. ما الذي يشغلك حبيبي؟ لم تترك له مجالا للرد. سيأتي الفرج لا تقلق. وهو بين ذراعيها أحس بنفسه صبيا، تذكر أمه، دمعت عيناه في صمت. بعد يومين قال لها إنه راحل إلى هولندا، فقد تمكن من العثور على عمل في بريدا. لم يذكر فرانسواز، قال إن بريدا قريبة وإنه سيأتي نهاية كل أسبوع. لم تبدي ماغي أي اعتراض، كانت ترى أن عبد الفضيل بحاجة إلى انطلاقة جديدة. يومها اتصل بفرانسواز وأبلغها بأنه قادم على متن قطار المساء، انتظرته في المحطة. كانت لها سيارة فارهة وتسكن في وسط المدينة. لاحظ عبد الفضيل في الأيام التي تلت أن المرأة تعيش حياة مترفة، ولم تتحدث له عن نشاطها. كان يحسب أنها ما زالت تعمل في ترميم البنايات القديمة. ولما طال انتظاره سألها، أجابت أنها طلقت العمل منذ أن توصلت بما تركته لها جدتها التي توفيت في كاراكاس. كان المهاجر الشاب يطمح إلى إحداث مقاولة جديدة في الصباغة كتلك التي كانت له. كانت تطمئنه في كل مرة إلى أنها ستبحث الأمر. كان تسويفها يقلقه. مر أسبوعان دون أن يعود إلى بروكسل. فرانسواز تعشق السهر، وقد بدا له أن لا شيء تغير في حياته. كل تغيير بالنسبة إليه يجب أن يبدأ بإحداث مقاولة جديدة والحصول على أولى الصفقات. كان لفرانسواز أصدقاء كثيرون، وكان البعض منهم يزورونها في البيت من حين إلى آخر. لم يكن ضمن تلك الوجوه من يعرفهم،
كل حديثهم يدور بالفلامانية، ولم يكن عبد الفضيل يفهم منه الكثير. سعى إلى البحث عن عمل، كانت تجربته كمقاول في الصباغة مما يسر له الحصول على منصب شغل في شركة تتولى صيانة المباني الرسمية، كانت شركة يتسع نطاقها إلى كل جهات هولندا. وكما انقطعت أخباره عن عائلته في العرائش، انقطعت أخباره عن ماغي. كان يحاول أن يعرف النشاط الحقيقي لفرانسواز. صارت تساوره شكوك حول مصدر أموالها. حكاية الإرث التي آل إليها من جدتها لأمها صار موضوع شك لديها. في بيتها أماكن كانت تحرص على أن لا يبلغها أحد. مرت سنتان، يعمل في مقاولة الصباغة ويعيش مع تلك المرأة تحت سقفها. لاحظ أنها لم تعاود الحديث عن فنزويلا وكاراكاس. تعلم السياقة، ولما صار متمكنا كانت تتركه يسوق بها سيارتها الفارهة في شوارع بريدا. وذات يوم من العام 1971 استوقفته دورية للشرطة. يومها كان وحيدا في السيارة. كانت فرانسواز قد سافرت منذ بضعة أيام إلى ألمانيا، كذلك قالت له. طلب منه النزول من السيارة، تم تفتيشه، ثم طلب منه أن يفتح صندوق الأمتعة. لا يوجد به أي شيء، افتح لنرى. فتح صندوق الأمتعة، لم يكن به شيء، ولكن أحد أفراد الدورية رفع غطاء أرضية الصندوق. في الأسفل، في مكان لم يكتشفه من قبل، صندوقان من ورق مقوى. ما هذا؟ ماذا؟ الصندوقان؟ لا أدري، فلننظر. أخذ الشرطي صندوقا، لما فتحه كانت المفاجأة. كان يحتوي على رزم من الأوراق النقدية، قطع من الأوراق النقدية البلجيكية من فئة 10,000 فرنك. لما فتح الصندوق الثاني كانت به رزم من الأوراق النقدية الألمانية. لم ينطق عبد الفضيل بأي كلمة، اقتيد إلى مفوضية الشرطة. لم يكن قد سوى أوراق إقامته في هولندا، وبالرغم من أنه صرح بأنه لم يكن يعلم بوجود تلك الرزم من الأوراق النقدية، فقد تم الإبقاء عليه رهن الاعتقال. كانت السيارة الفارهة في ملكية شخص لم يسمع به من قبل. توقع أن تأتي فرانسواز لتخليصه، وقد أيقن بعد حين أنه كان واهما. لم تأتي فرانسواز. كان على رئيس المفوضية أن يبقيه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى يوم الاثنين، فقد تم توقيفه مساء يوم سبت، وتبين أن الأوراق النقدية زائفة. في الغرفة التي كان محتجزا بها سرير، كانت لها نافذة واحدة وفي زاوية منها مرحاض. لما أحس بأن الحارس انزوى في مقعده، تسلق الجدار وأطل من النافذة. كان السكون يعم الشارع. النافذة تطل على مساحة بها أشجار عالية. لم يلاحظ وجودا للحراس في الخارج. كل ذلك كان يغري بالفرار. عاد إلى سريره واستلقى. السكون الذي لاحظه في الخارج يغري بالهروب. وأكثر إغراء منه أن النافذة واسعة بما يكفي، ولا يوجد بها شباك من حديد. ما يواجهه تهمة بحيازة أوراق مالية زائفة وسيارة لا تعود إليه ملكيتها، وهو لا يتوفر على تفويض من صاحبها. ثم إنه يقيم فوق الأراضي الهولندية بصفة غير قانونية. كل ذلك يحرضه على الهروب. في حدود 11 ليلا أحس بالحارس يطل عليه من النافذة الزجاجية، تلك التي في الباب. كان ممددا على السرير، ولما أحس بأن كل حركة توقفت في المفوضية، كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. بقدمين حافيين تسلق الجدار إلى النافذة. كان يتحاشى إحداث أي صوت. لما بلغها أطل برأسه. كان محيط المفوضية نائما. نظر إلى الأسفل، يفصله عن الأرض أكثر من 2.5 متر. استدار، قدم رجليه أولا، تدلى، تمسك بيديه، ثم في لحظة قفز. كان لسقوطه وقع. مشى إلى شجرة كانت تبعد عنه بضعة أمتار.
نظر جهة باب المفوضية، يبدو أن لا أحد أحس به. كانت سيارة فرانسواز مركونة غير بعيد. مشى بقدميه الحافيين مبتعدا، كان البرد قارسا تلك الليلة. عاد إلى البيت، ولما اقترب تذكر أن مفاتيحه بقيت في المفوضية، ثم تذكر أن نافذة المطبخ، تلك التي تطل على الحديقة، لم تكن مقفلة من الداخل. مشى نحوها، لم تكن مقفلة بالكامل، فتحها بسهولة وتسلل إلى الداخل. في حقيبة صغيرة جمع بعض الملابس، انتعل حذاء وأخذ بعض المال كان يضعه في دولابه، ثم خرج. كان قد قرر السفر من ليلته إلى بروكسل، ولكنه ما أن خطأ خطواته الأولى نحو باب الحديقة حتى فاجأته سيارة شرطة. نزل شرطيان بيدهما مسدسان. توقف توقف! لم يكن أمامه من خيار سوى التوقف. اقتيد إلى مخفر الشرطة مكبلا. مر عام، حكم عليه بالترحيل إلى المغرب. لم يظهر أي أثر لفرانسواز، ظلت في قائمة الذين تبحث عنهم الشرطة الهولندية. لما حطت الطائرة التي أقلته من أمستردام إلى الدار البيضاء، لم يكن في انتظاره أحد. ذاك 25 من مايو من العام 73-900 تم تسليمه إلى الشرطة المغربية. بعد أيام أخلي سبيله، عاد إلى العرائش. 10 سنوات تقريبا مرت على مغادرته المدينة. طرق باب منزل عائلة العامري، لم يبق فيه سوى أمه. تزوجت أخواته، سيعلم لاحقا أن والده توفي منذ 5 سنوات. احتضنته أمه كما كانت تفعل لما كان صبيا. أمسك عن الخوض في الذي مضى، قرر أن ينطلق من الصفر وأن يعيد الحياة إلى دكان والده.